السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد الرحمن وجايب لكم اليوم لعبة Age of Empires الرابعة. اللعبة نزلت قبل كم يوم وقلنا خلنا نلعبها ونشوف شنو النظام الموجود فيها. طبعا ما أقول أني لاعب Age of Empires ومحترف فيها، ما لعبتها يمكن لي 15 سنة ويمكن أكثر بعد، يعني الذكريات هي اللعبة الناس يلعبونها بس عشان الذكرى، بس أنا يعني ما أذكرها للأمانة بشكل جيد. اللي أذكر أنه كان في ساحر يفر أول الأشياء، هو كان أقوى واحد، بس إنه يعني لعبت أنا التوتوريال واللعبة يعني شيء جبار، أنصحه يعني اللي لاعبينها إنهم يستخدمونه. طبعا عندك نبي نلعب إحنا السنجل بلاير كامبين، نبي نشوف شنو النظام. عندك ستوري راح يكون حق الناس اللي تبي التاريخ، ما تبي تحدي الإيزي بعد إيزي، هذا الهارد راح يكون أصعب شيء، لكن إحنا ما عندنا خبرة في طريقة لعب Age of Empires. هذا قاعد يقول لك هني هذه اللي انترميديت، هذه الطريقة اللي المفروض انك تلعبها عشان تشوف تعلم، فنبي نشوف طريقة ونبي نتعلم. فهذه قالها النورمان كونكويست، نبي نشوف شنو نظام. طبعا احب اذكر يعني شباب ما تنسون تعطون الفيديو لايك وتشتركون بالقناة، واذا حابين تشوفون فيديوهات اكثر اكتبوا لنا في التعليقات. أول معركة يعني كانت سهلة حيل، ويعني راح تشوفونها بالتصوير إذا تبي تشوفون نهاية الفيديو، لكن هذه المعركة الثانية على أمل أنها تكون أفضل شوي. طبعا اللعبة عبارة عن ويليام، الحين هو ملك إنجلترا وهو بداية النورمان، فنبي نحاول أن نحتل ميدل ثورب. الناس صار يعني تاروا عليه مجموعة من البشر، ويعني عندنا مهمتنا الحين ان يعني نذبح الثوار. نروح نستطلع نشوف شنو نقدر نشوف، طلع سكاوتاتنا وهذول نقدر نحركهم، ندوزهم قدام سكاوتاتنا، طلع يمين هذه المدينة، هذا السكاوت مالهم. اوه عنده خروف، اوه انا عندي ثلاثة. اوه جيب لنا خرفان، كثر لنا خرفان. زين عجل دامنا نكشف الوضع. وين المشاة؟ انتم راح تكونون كنترول واحد، انتم راح تكونون كنترول اثنين، انتم راح تكونون كنترول ثلاثة، ولا تدري شو انتم كنترول اثنين وانتم كنترول ثلاثة. راح نقدم المشاة الرومات اول شيء عشان نقدر نشوف. واحد وراهم وثلاثة بيكم تطلع من يمين. شوف لنا انت ويا تيوسك شام. اوه هذا عشب والله عدل، عندك ثلاثة بعد، يا سلام عليك. جيب لنا هذا حلو، عنده مشات. اثنين تقدرون ترموا لياهم، واحد عطى اتاك لهني، اثنين خلكم اي حلو تمام، اثنين خلكم هني، ثلاثة طلعنا من هني، اثنين اخذ اتاك لهني، ثلاثة والله مداري عنده رمات ما راح، خلنا نذبحهم، حالنا اسر اقل عدد من الجنود من قائدنا، خلينا ورا ساحبين عليه. السكاوت شوف لنا الوضع هناك، وانت سكاوتنا الثاني شوف لنا اذا عندهم اي شيء. ربعنا فايزين هنا، اكيد انك راح تفوز لنا في البدايه هذه، فبس انه ما ودنا نخسر جنود واجد. اوه شوف لنا هذا بحر، وفي هني في شارع. اوه غنم زياده، جيب لنا كثر غنم. خذينا المدينة. السكاوت هذا عندهم رمات هناك، خلنا نخش. شنو عندنا؟ خذينا المدينة، ها صاروا هذول لنا. اوكي سيفين جيم، دعوة سيفين جيم. واحد تعال هني، اثنين تعال هني، ثلاثة خلكم هني، ربعنا ما في شيء هني. شوف لنا بعد زيادة، شوف لنا في شيء هني، لأن هذا كله شجر، الشجر ما تقدر تطوفه. زين يبي لنا نبني أربع مزارع. حلو، نبي اثنين منكم، ثلاثة منكم تروحون تبنون لنا اللمبر كامب، بنوا لي لمبر كامب هني، وقعدوا جمعوا لي. حلو، أنتم الاثنين أبيكم تزرعون، يعني تبنون لنا مكان الزرع، حطوا لنا مل هني، راح يكون على الثمانية اللي هني. طلعنا عمال، نبي عمال، طلعنا بكل الفلوس اللي عندنا. هذول راح يشتغلون على الخشب، هذول راح يشتغلون على تجميع اللحم. واحد ابيك تقدم شوي قدام بس، ثلاثة خليك، ثلاثة تعال خلنا نضرب خيالها، خلنا نضرب رماتهم اللي برا. اشوفهم واقفين برا رمات، ف
على حسب التدريب اللي دربونا اياه ان الرومات يموتون من الخياله. خلنا نشوف ما يصير فيهم. اي قاعد يموتون بشكل سريع فكذا انت خلص منهم من الحين. عرفت خوفك انه ينزلون ولا غلط ندزلنا جندي بالغلط يروح هناك ويموت. فانت اشتغلنا على في مزرعة ثانية حلو. بحم بسرعة منحاشي هذه منطقة ثانية قريبة طلعت في الخريطة. اذبح هذا اخر واحد. تعال ارجع المدينة. ما ادري اذا يقدرون يتعالجون هني ولا لا، بس تعال ابننا مزرعتين زيادة. هم يبون أربع مزارع، فاللي طالع الحين راح يكون هو اللي يشتغل على المزرعة الأخيرة. الحين عندنا دخل 90 وهذا 120، فيعني شغل عدل. أنت يا الملك تعال هني، الرومات وهذول واقفين صح، فأنت ابن المزرعة الرابعة أعتقد الأخيرة اللي يبونها. بس إنه راح نكمل لأن راح نبني لنا اثنين زيادة احتياط ما تدري. أطلنا بعد زيادة السكاوتات وقفوني خيالتنا القوية. يا سلام عليكم هذا خلصنا أول خطوة. الحين يبي خمسة يشتغلون على الخشب، فنبي لنا اثنين على الخشب. بس أنت كمل لي الزراعة. يبي اثنين على الخشب ويبي لنا اثنين بيتين نبني لهم. حلو، فنخلي على جل هذول يبنون لنا بيوت. يعني يبنون بيوت عقب ما يخلصون ندزهم على بنيان على مساعدة تجميع الخشب، بدل لا ندز لنا أكثر من طريق نخلصها بسرعة. لا تدري شلون بعد أنت تبني البيت هني عشان نخلص بسرعة. بيت هذا البيت عند المكان هذا قريب على طول. فمن يخلصون اثنينهم يعني راح تخلصون. أنت روح جمع لي خشب وأنت روح جمع لي خشب. كذا كملنا خمسة وهذول كملوا لنا خمسة. السلام عليكم. أنت جمع لنا أكل، ألكم أنتم على الأكل، ونبي لنا بعد وحدة تطلع. أني أندركاك يا حبيبي. حلو زين، الحين يبينا نحتل المنطقة الأخيرة. تمام، حط لنا مزرعة ني reinforcement have arrived. هلا ومرحبا، هلا بكم مرحبا. أنتم نضم حق كنترول ثلاثة مع هذولة، ديروا كلكم مع بعض دور كنترول ثلاثة، وانتم راح تصيرون ثلاثة. تعالوا وانتم راح تصيرون كنترول أربعة، راح تمشون مع بعض تشكيل كامل. والله حلو تشكيل، محفوظ من تشكيلك صح. فانتم تعالوا شكلوا مع بعض كلكم كنترول واحد، وانتم تصيروا كنترول اثنين زين، والقائد كنترول أربعة. فاثنين تصيرون هني، واحد هني. السلام عليكم، السلام على التشكيل. كذي في حركات وشغل. كم الحين 370 220، زي جمعنا خشب زيادة ما يمنع. زين الحين شنو تبينا نسوي؟ كابتشر، بس كابتشر نزهل. حرك اثنين اطلع من يمين، واحد اطلع من ثلاثة واثنين واحد، كلكم هني. سكاوتاتنا وينكم؟ ان شاء الله تعال هني. ودي ان نكشف المنطقة هذه نشوف شنو فيها. وين سكاوتنا الثاني؟ مجمع الغنم. هذه هيرد شيبس، حلو قطها هني. خلي يروح يقط لنا الغنم. خلينا نجيب الزعيم معانا، القائد المعظم يجي ويانا. وين المدينة هي بالضبط؟ هني ها؟ استطلع لنا بس استطلع لنا شوف. هذا القائد جاي. اوه جايه كتيبه هني ثلاثه. وخر يمين طلع يمين طلع يمين. اثنين طق هذول، ثلاثه اضرب هذول. انت كمل استطلاعك، اربعه امشوا وياهم. المدينه هذه مدينه كامله زين، بوابتها بشغلها. الو ما في بوابه مكسوره ولا شيء نقدر ندخل منه. هذا حاجز ني شنو هذا؟ ما ادري شنو هذا. بيريز نقدر نجمعه، حطه بهني. عمالهم موجودين، نقربنا هذا اللي نحاشون. هني مدخل ثاني. حلو خلينا، حلو بدخل قواتي انا من اليمين لان اقرب
أقرب لنا، وهذا ذهب حلو عشان نقدر نطور مدينتنا. تعال واحد لا ثلاثة خلكم يسار، واحد واثنين يا السلام عليكم تعالوا هني، وأربعة الملك ويليام تعالوا ياهم هذي ملك هفالي حلو. واحد نبيك تدخل من هني، انت واثنين حلو، أربعة خليك شوي ورا زين، واحد أبيك تروح بأتاك، واثنين أبيك تروح بأتاك، ولا كل هذا جيشهم حلو حلو. أربعة دش وياهم دش وياهم، أخذ أتاك بعد لهني، ثلاثة تعالوا ثامنا كذي الوضع، عندهم سهام واجد ورا نبي نضربهم، هذا برج عندهم برا، البرج يرمي كنا سهام. إيه خلا نلحق عليه بس خلنا نضرب هذول خطر. أوه بحوم ربعنا كفو والله بسرعة خلصوه هذول بحول إياه يعني. خلص لنا إياها بسرعة. البرج هذا إذا دمرناه صفر من ثلاثة، توقع إنه ما عنده جيش. إنزين شنو عندنا هني نقدر نسوي شيء؟ ما عندنا شيء نقدر نسويها. حلو الحين هذه مدينتنا صارت، شنو تبون نسوي؟ ريكليم يورك. زين وين استطلعنا؟ شوف لنا هني سيفين جيم، هذه توقف. انتم روحوا جمعوا لي ذهب على طول، هذا شنو ماين؟ السلام عليكم يا سلام. حلو طلعنا عمال، طلعنا نبي عمال. شنو تبي ويليام؟ تبي يبون نروح حق الفيودال ايج. حلو الفيودال ايج يبي ذهب، يبي كم؟ 200 ذهب. هذه 200 ذهب حلو. فعندنا الحين قواتنا، هذا البرج لنا صار. وين ما عندك ثكنات هني شيء؟ بياع هذا طلع عدل عندكم. حلو كذي نقدر نطلع موارد. زين يبينا نبني لاند مارك. حلو عندنا تنتين، هذا بروديوس ارشرز وهذا هيل. والله نبي الهيل حطلنا هيل هني عشان يعالج ربعنا بعد، وانت ساعد عون اخوك. انتم كم تطلعون لنا؟ 150 بس كافيين، انتم كافيين على المدينة هذه. الحين عاد طلعنا لنا جيش طيب. زين امشوا انتم هني، نبي نسميكم انتم كنترول واحد. حلو نبيكم تمشون انتم هني وانتم كنترول اثنين. كنترول واحد بعطيكم الاتاك على النقطة هذه، خلينا نشوف شو يصير. ولا خربطوا تشكيلهم على طول هذول. انت تعالي من هني، ابيك تكسر لي السور من هني وندخل عليهم من الجهة هذه، لان انتم كلها مشات ما عندكم رمات. تعالنا من هناك، واحد تعال من هني. انتم جمع جند لنا زيادة. نبي لا توقف تجمع، عندنا موارد عندنا شغل، طور لنا اغراضنا، طلع لنا شغل. استانس شباب، ما يحتاج انكم تخربونها يعني. انتم اكسروا لنا البوابة هذه، وواحد ابيك تدخل من هني اكسروا لنا البوابة. تاهم طالعين حلو. اثنين تعالوا من تحت، اضربوا لنا اياها من ورا. حلو واحد عطى اتاك، صاروا بينكم مستان سعد. انتم تعالوا لنا اتاك هني احتياط، ودعم حق ربعنا لازم ان ندعمهم لازم. يلا اشتغلوا عليهم الربع، فايزين ما تحتاجون دعم، بس هاكم اتاك سبيد بعد زيادة. شنو يعطي هذا؟ يزيد الملي اتاك دمج ورينج اتاك سبيد. ها اوكي، يزيد دمج الملي ويزيد الاتاك سبيد حق هذولا، ممتاز. يعني ايش يعني؟ يغطي الجهتين. هذولا ما عندهم احد، ما فيهم احد، ما هم خطرين علينا. يبينا ندمر الكامب ولا نذبح كل شيء داخله؟ هذا السؤال. اتوقع انه يبينا ندمر الكامب مرة واحدة. كلكم روحوا كسروا اللي تشوفونه. والله جيشنا طيب، انا اشوف ان جيشنا زين. يمكن يبينا ناخذ هذولا. لا اوكي، لا يبينا ندمره بالكامل يعني اتوقع، لان كل ما طاح مبنى كنا قاعد ينقص. ايه احرقه بالكامل. ايه احرقهم روح. ايه لهني يلا استانسوا على ما يطلعون هذولا.
In destroying the Dane outpost, William stripped the rebels of a crucial ally. وضبطنا بهذول. Stop the Danish raids. خلصنا منها. أنتم كلكم راح تكونون جيش واحد تحت رقم واحد من الجهة هذه. William's ultimate goal was within his grasp. All that remained was to enter York and destroy its keep. حلو. في عدو هني. نبي نكشف السكاوت ندزلنا نشوف لنا المنطقة هذه شنو فيها. زين. ربعنا ردوا. رقم واحد يا سلام عليكم والله جيش. تعال أنتم هني. وسكاوتاتنا اللي ورا وينهم؟ انت لا كنا الحين يلحقونك؟ لا ما يلحقونك. اوكي. حات الغنم بس انهم يموتون. شنو هذا؟ بريتش ذا سيتي جيتس. مدينة هذي. ثلاثة اللي هني خلصوا لنا هذي. حلو حلو. هذا مات على طول. في بوابة هني في درج. يعني اتوقع ان هذا مو افضل موقع اللي اقدر ندشه. هذا اروح موت موت. يعني منتهر. Upgrade to early complete. ايه اوكي تطويره. ما نقدر نطور، ما يبونا نطور زيادة. فرقم واحد تعالوا انتم على ما نجمع جيشنا الثاني. تعالوا انتم هني. عالجنا ربعنا، ما بقى له واحد بس دمه شوية. هذولا راح يكونون كنترول واثنين. راح نرسلهم اول شيء للهجوم. اعتقد ان الافضل ان ندخل كلنا من جهة واحدة، لكن اول شيء ودي اني اكسر المنطقه هذه، بتاكد انه ما فيها شيء. في نداء الحرب صاير عندنا معركه. واحد اطلعوا لي عليهم ذبحوا لي اياهم. اطلع حربهم ذبحهم ذبحهم. عندنا واحد قاعد يرمي من هناك. هم السالفه. لازم يطلعون كلهم. اوكي اذبح هذول بعد، خلي يضعفون قواتهم. هم نفس الدنماركيين اللي سويناه فيهم، عشان قضينا عليهم. هذا ما فيه احد بس هم يرمي، يعني مو لازم انك تدخل احد عشان يرمي. مو خوش سالفه هذه. فورس زندر اتاك، كلهم قاعدين يفوزون. اثنين تعالوا لنا فوق، مشوا لنا هني. دمك انت رايح فيها، خلاص بتموت. مات على طول قبل الالتحام. مات، اتوقع انه قبل لا يطعنونا مات، بس عشان يعني يوريهم ان شخص موات. تعال الحين انتم، اتوقع انكم كافيين عشان تكسرون البوابه. اضربوا لنا البوابه هذه، خلينا نحرقها على ما يجي جيش رقم واحد. اتوقع ان جيش رقم واحد راح ينهي مساله عقب ما تكسرون البوابه. بس تاكدوا ان عقب ما تحرقون هذه، اي هذا اللي نبيه، هذا اللي نبيه. كسروا لنا البوابه، احرقوا لنا المكان الثاني بعد. الخيال اروح اذبح لنا هذول. The Norman army poured into York and began sacking the town as they bore down on the keep. حلو. اثنين روحوا لنا على المنطقة هذه. الكيب موجود هني. رقم واحد قربوا. واحد قربوا هني. قربوا المنطقة. اثنين ذبحهم كلهم. يعني الوضع ما ادري وين الاعداء الموجودين. بس المفروض انها يعني هذه الصعوبة اللي ينصحون فيها. اتوقع ان المفروض ان نزيد الصعوبه شوي، لكن الحين ما شفنا شيء. الحين ما ندري اذا عندهم قوات ولا لا. ما بيتكلم قبل يعني تنتهي المعركه. هذه المعركه الابتدائيه، يعني المفروض ان متوقع انها تكون سهله. لكن علمونا يعني. الحين بوريكم الكمبينات الثلاث الباقين. هذا اخر شيء عنده. والله عنده جيش. لا تكلمت مبكر انا شكلي. احرق لنا هذه بسرعه عشان نقدر ندخل. الخيال اللي هني اضربوا لنا الرمات اللي ورا. والله جيشه واجد. واحد اثنين تعالوا هني. لا تروحون هناك، انتم ما ادري ايش قاعد تسوون. تعالوا هني، تعالوا اضربوا لنا هذا. الملك اللي عندنا عطنا اتاك سبيد ودمج زياده. خلنا نحتاج الحين الدمج. انا اتوقع ان اعدادنا قليلة بالنسبة للعدو. انتم تعالوا هني واضرب لنا اتاك على الموقع هذا عشان تقدر تفوزنا. والله الرمات عندنا عدد كبير، بس حتى ملكنا بيموت. ارجع ملكنا، ارجع خلي يرمون رماتنا. انتم تعالوا قدام حول هذا. انت تعال هني، قاعد تسوي ملكنا؟ ارجع شوي، الربعنا يرمون. خيالتنا ضربوا هذولاك، بس اركضوا تشارج انتحاري كذي. اوه من ورا، من قدام،
انتم تروحوا اللي ورا. يموت الملك، مات الملك. والله صادونا كنا، دخلوا علينا القوات من يمين ويسار. بس إننا نقدر عليهم، نقدر عليهم. رماتنا واجد وهم رماتهم واجد. خلنا نشوف من يقدر، من عند الرمات الأكثر. تعالنا طلعنا هني، طلعنا خياله. أي شيء طلعنا جنود بسرعة، هني طلعنا أرشرات وصلهم هني. والعمال اللي هني عمال الذهب، خلاص جمعت ذهب بما فيه الكفاية. ابن لي اثنين رينج. وبعدين بنولي يعني خلصوا لي هذول بسرعة، طق لي هذا. زين، وربعنا اللي فوق شنو صار عليكم؟ هذول قاعد يقاتلون. أنت أخذ الملك، احمي الملك بسرعة. والملك ارجع 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 لنا ارجع لنا. أقولك كان شكلي تكلمت قبل تنتهي المعركة، فاستعجلنا شوي. طلعنا أرشرات زيادة. أنت تعال قدام. ابن لنا 6 بركسات قدام. والله خسارة كبيرة هذه. خليك هني، احمل البوابة. والله عددهم كبير طلع. ابن لنا بركسات هني، نبي نطلع جيش ما يوقف. بنفس الوقت نبي كم الأكل اللي عندنا؟ 2700. نقدر نطلع جيش ما يوقف. هذولا راح يقدرون يطلعون شوي شوي. نبي الخشب، وين ربعنا مالت الخشب؟ كف شغلهم كنا. اي كف الشغل الخشب. عندنا 6 هني، 13 قاعد يشتغلون على هذا. حلو. البركس لانه ما يحتاج، ما اعتقد يحتاج خشب. الجنود العاديين يحتاجون خشب صح؟ هذا يحتاج ذهب. ما عليه، طلع لنا الذهب هذول. كثر لنا منهم. انتم روحوا تعالوا طقوا هذولا، خلنا ننقص اعدادهم. بس نقدر نكسر البوابة اهم شيء. نطلع لنا بعد منات ارمز، حولنا منات ارمز. طلع منات ارمز. عقبا نطلع يعني شنو قاعد تسوي؟ انا اسطبلين. ما عندك شغل ابن الاسطبلين. حلو، هذولا ربعنا. وين رحتوا؟ بس خلاص. ارجع. خليك هني، وانت خليك هني. تعالوا ساعدوا ربعكم، كلكم ابنوا لنا. نبي اسطبل ثاني، وانت الاسطبل طلعنا هني. طلعنا خيالة بعد. حلو، هذولا اطلعوا هني. الباركس هناك، وانت طلعنا هناك، وانتم رايحين هناك. ها لا، حطوا ورا بعد، ورا بعد. حلو، انتم خلصتوا الحين. نحتاجكم مجموعة منكم تجمع خشب، ومجموعة منكم ترجع على الذهب تجمع ذهب. حلو، هذا كم باقي له؟ باقي له 2000. استهلكتوه والله وكيلك. اللحم 600 قاعد ينقص بالدقيقة، ايش السالفة؟ 140. حلو. الحين نطلع الجيش كامل. المهم طلعنا لنا شوية جنود، بس شوية، 100 جندي. باقي لنا 1 بعد. ما في أحد يجي؟ لا ما حد يجي. خلاص كافي. 99 رجال، عشان ما نقول جيناكم بمية، جيناكم 99. فعندنا يعني الأعداد طبعا كبيرة، كانوا عندهم بعد جنود وراء. فنبي نشوف شنو عندهم بالكامل، خصوصا أن عندنا يعني خيالتنا راح تكون اللي راح تضرب عقب. رقم 1 أول شيء راح يضرب، بعدين راح نضرب رقم 2. فنبي ندخل بقواتنا أول شيء داخل، بعدين بنطق الأتاك. هذول خيالتهم أول شيء انطحونا، لكن يعني راح تواجهون مع جنود واجد. فأول ما تلتحمون عطهم الأتاك. رقم 2 أبيكم تدخلون وتضربون الجهة اليمنى هذه. تعال عطها وجه وطلع لي من يمين. أبيك تضرب لي هذول. تشوفهم يا خيالي. تعال. هذول. اضرب لي هذول. لا تحرق المدينة يا خيل يا حبيبي. طق هذي، يلا طق المدينة. شو نسوي؟ 2 اتاك هناك. ما انت بتحرق المدينة عشان تقول احتليناها؟ يدستروي ذكي. بس ما هذه المهمة. صح عليك استاذ خيال.
الحين كسر هذه بعد. احرقها بعد، اذبح هذول لا تخليهم، ما نبي نفوز قبل ما نذبحهم. يعني جبنا لهم شوية جنود زيادة يعني احتياط، ما ندري كيف نقدر نخسر ولا لا، فعشان نضمن يعني عشان ما نخسر مرة ثانية. وكذي احتلينا وحدنا انجلترا، فهذه المهمة مالت البداية في اللعبة، ان يعطونك انت ويليام البف اللي عنده هذا مو طبيعي للأمانة، يعني يهيل وما ادري ايش يسوي، يزيد دمج المشات ويزيد سرعه رمايه الاقواس، يعني فشغله اكيد انه طيب. وهذا يفتح لنا ثلاث خيارات اللي هي حرب المئة عام او الامبراطوريه المغوليه ولا صعود موسكو، فيمكن نلعب لنا واحده من الكمبينات. فاكتبوا لنا بالتعليقات اذا حابين تشوفون واحد من المجموعات هذه. حبيت اني اجرب اللعبه ونشوفها ونلعبها ونشوف شنو ماهيتها. يعني اللعبة حلوة، أنا عجبني الأرقام وعجبتني الحركات اللي حاطينها في اللعبة. أشكركم شباب على المتابعة، وإن شاء الله يعني أن استمتعتوا معنا في فيديو اليوم، ونشوفكم بالفيديوهات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.